الآن تنضم إلينا من القدس المحتلة الزميلة الكريمة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يا دانا. يبدو أن نتنياهو ووزير حربه يشعرون بالتحسس كلما جاءت الضغوط عليهم لوقف القتال. لماذا يبدو القتال أمرا حيويا جدا بالنسبة لنتنياهو وجالانت؟ لأنه يزيد شعبية بنيامين نتنياهو في الأوساط الإسرائيلية، ما يضمن له البقاء في داخل هذه الحكومة الإسرائيلية كرئيس الوزراء الإسرائيلي، وخاصة بعد أصابع الاتهام التي أشارت إلى بنيامين نتنياهو عن مسؤوليته في إخفاق 7 أكتوبر، وفي محاولات كثيرة حاول تجنب هذه المسؤولية بإلقاء اللوم على الجانب العسكري. استطلاعات الرأي الأخيرة كانت وفق يعني الآراء المستطلعة من الجانب الإسرائيلي تقول أن هنالك مسؤولية كبرى تلقى على الجانب السياسي، ولربما هذا ترجم على أرض الواقع في التظاهرات التي جابت الشوارع الإسرائيلية التي تطالب ليس فقط بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل تتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بل تطالب بإقالة بنيامين نتنياهو. أما فيما بعد ما تم إنجازات عسكرية كما أسماها بنيامين نتنياهو متمثلة في القضاء على الصفوف الأولى من حزب الله أو في استشهاد رئيس حركة حماس السنوار في قطاع غزة وغيرها من عمليات الاغتيال والتي طالت الأمين العام لحزب الله، زادت هنالك الشعبية لبنيامين نتنياهو وأصبح يتفوق على خصمه بني جانت الذي انسحب من كابينيت الحرب الطوارئ. لذلك استمرار هذه التحركات البرية العسكرية، إمادة هذه الحرب، فيها مكاسب شخصية لبنيامين نتنياهو، أيديولوجية لتمرير الفكر التلمودي الذي يحاول تمريره كونه يترأس حزب الليكود اليميني المتطرف ويضم في ائتلافه الحكومي الأحزاب الدينية المتطرفة المتزمتة الحريديم التي يعفيهم من الخدمة العسكرية، وكذلك هنالك مكاسب سياسية بأن يكون يترأس رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وبهذا لربما يمتلك حصانة ضد المحاكم الإسرائيلية التي تلاحق بتهم الفساد والرشوة، وكذلك يواجه المحافل الدولية بإمكانية إصدار أوامر اعتقال في حقه لأنه يرتكب جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة ولا سيما استمرار هذه الحرب في جنوب غزة. نعم يا دانا. لكن التصور أنه إن لم يكن ذلك على هوى السواد الأعظم من الإسرائيليين لما استمر، لما استطاع نتنياهو أن يلعب هذه اللعبة لوقت أطول. ودعيني أضيف أيضا أنه نتنياهو لا أحب أن أقول ألفاظا قاسية لكنه يتعامل بخشونة مع جو بايدن، لا أريد أن أقول بوقاحة يعني، لأنه يفترض أنه جو بايدن أيامه معدودة والرجل العجوز خارف يعني سيحمل إلى بيته خارج البيت الأبيض خلال فترة وجيزة. جو بايدن يرسل مبعوثين اثنين على أعلى مستوى يطالبان بالتهدئة ووقف إطلاق النار، فإذا بنتنياهو يقول له ما مصلحة إسرائيل أهم منكم ومن بايدن، وشرط وقف القتال هو أن نواصل العمليات على هوانا في كل الأراضي التي هي تحت سيطرتنا. أليست هذه خشونة يا دانا؟ لربما كان نتنياهو أكثر وضوحا مع بايدن حتى قبل إرسال مبعوثي بايدن إلى إسرائيل. كان هنالك رسائل قالها بنيامين نتنياهو خلال تصريحاته الأخيرة، قال بأنه يشكر الولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل خلال هذه الحرب من خلال الإمدادات اللوجستية والعسكرية ولربما بطاريات ومنظومة ثاد للدفاعات الجوية، ولكنه قال جملة مهمة حينها، قال أن اتخاذ القرارات فيما يتعلق في استمرار الحرب من عدم استمرارها، في الرد الإسرائيلي على إيران من عدم الرد الإسرائيلي، هو الأمن القومي الإسرائيلي. أي أنه لن يكون هنالك إلزامات ولا إملاءات من قبل بايدن ولا من مبعوثيه على بنيامين نتنياهو لتمرير ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه قبيل الانتخابات. حتى أن الأوساط المقربة من بنيامين نتنياهو قالوا على الرغم من الأهمية لهذه الزيارة التي كانت اليوم والأوساط الإيجابية التي تتحدث أن هنالك مقترح أمريكي وبأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع في إنهاء الحرب والوصول إلى تسوية في جنوب لبنان، إلى أن التقديرات قالت بأن بنيامين نتنياهو لن يوافق على هذا المقترح، وهذا ما تم فعلا من خلال التصريحات خلال
فترة التخريج لجنود جدد في سلك جيش الاحتلال الإسرائيلي حينما قال بأن ليس الأهم يوجد على الورق. تعرفين يا دانا أن هذه الهفوة منك يمكن أن تفسر فرويديا جيش الاحتلال الأمريكي. نعم تفضلي. نعم بالفعل، ولربما هما وجهان لعملة واحدة تنفذ وتمد إسرائيل في هذه الذخائر العسكرية، ولكن أثناء حفل هذا التخريج قال هذه الكلمة وقال بأن ليس المهم هو الأوراق أو ما يتم الحديث عنه ورقيا وسياسيا، الأهم من ذلك هو تمكن إسرائيل من إنفاذ هذه القرارات، ويقصد في ذلك بأنه يحاول الحصول على الشرعية الدولية باستمرار حركة السلاح الجوي الإسرائيلي في داخل العمق اللبناني، وبأن يكون له حرية لتنفيذ أي هجمات إسرائيلية على لبنان حتى بعد انتهاء الحرب، وبأن الحديث عن أي تسوية أو صفقة سواء في الجنوب أو في الشمال لابد أن يكون تحت إطلاق النار. هذا يعني بأن نتنياهو يبحث عن صفقات جزئية لا صفقة كاملة، وهذه ما حملته رسائله وكلماته إلى المبعوثين الأمريكيين للولايات المتحدة، حتى أن بعض المراقبين الإسرائيليين يقولون بأن هذه هدية لن يعمل نتنياهو على تسليمها على طبق من ذهب في الأيام الأخيرة إلى بايدن، كأن ينصب بايدن بأن هو من حل مشكلة الشرق الأوسط، هو منع توسيع هذه الحرب، سيقدمها هدية إذن لحليفه دونالد ترامب بالفعل. وربما هكذا تقديرات إسرائيلية تقول بأن نتنياهو يعمل على إمادة هذه الحرب حتى تصل موعد الانتخابات الرئاسية، وهنالك رهان وإيمان في الداخل الإسرائيلي بأن ترامب هو من يتولى رئاسة الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، لذلك لربما سيقدم إلى ترامب هذه الهدية بأنه انصاع إلى ما تمليه الولايات المتحدة، ولربما ترامب يحمل في جعبته الجوائز والكثير مما يعطى لبنيامين نتنياهو. وليس بالضرورة سينتظر حتى ينصب دونالد ترامب رسميا في بداية العام المقبل، يمكن أن يقدم له الهدية كرئيس منتخب غير منصب بالفعل. ولربما هنالك حوادث سابقة تحدثنا عنها مرارا، وهي إعطاء القدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وضم الجولان السوري المحتل لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والذي كان عراب في موضوع نقل السفارات، ما فتح المجال أمام العديد من السفارات وفيها رسائل سياسية واعتبارية كبيرة أن يتم نقل السفارات من تل أبيب إلى مدينة القدس، لذلك لربما يعول بنيامين نتنياهو على هذه الانتخابات الرئاسية ويحاول تعطيل أي تسوية أي مقترحات أي هدن قد تتم في هذه الأيام، حتى لا يذكر التاريخ أن بايدن هو من أوقف هذه الحرب، بل ربما يقدمها إلى ترامب كعربون كما نقولها، محبة جديدة في دائرة هذه الانتخابات الجديدة التي ينتظر منها الكثير، ولربما منع إصدار أوامر اعتقال بحقه هو وزير الحرب وكبار الساسة الإسرائيليين الذين يواجهون المحافل الدولية، ولربما إذا انتهت الحرب يعني رجوع بنيامين نتنياهو للمحاكم الإسرائيلية والذي عنوانها الفساد والرشوة في الداخل الإسرائيلي، وبهذا يخسر كل المناصب السياسية في الداخل الإسرائيلي. يا دانا شكري لك مضاعف، بالطبع أنت تستحقين الشكر تلقائيا، لكن أضاعفه لك لأن هذا التحليل الذي قدمته لنا في غاية الألمعية، وأظنه ينطبق على واقع تفكير شخصية كبنيامين نتنياهو انطباقا تاما. أشكرك جزيل الشكر دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة.